السلام عليكم. سلمت قوات التحالف العربي المساند للشرعية 52 طفلاً جندوا على الحدود اليمنية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية، وجرى تسليم الأطفال إلى الحكومة اليمنية بالتنسيق مع منظمات دولية من بينها الصليب الأحمر وكذلك منظمة اليونيسف. أطفال دون الخامسة عشر زجت بهم ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، وتم القبض عليهم في مسارح العمليات العسكرية وهم يحملون السلاح ويشاركون في عمليات زرع الألغام كما جاء في إفادة التحالف. إشراك الأطفال والزج بهم في العمليات العسكرية أمر بالغ القسوة والتأثير، ويعد مجرما من الناحية الإنسانية، إضافة إلى مخالفته للأنظمة والقوانين الدولية كافة وحتى الأعراف الأخلاقية البدائية. ملف الطفولة المعذبة في زمن الميليشيا يحوي صورا بالغة الجرح والتأثير، صورا عديدة لمجندين أطفال ومئات من الأسرى في عدن ومأرب وتعز والسعودية والمحافظات المحررة، بينما يرفع الحوثي صور الأطفال في حروبه وتشييعهم كضحايا مواجهات يخوضها في الجبهات. ومع ذلك لا تراهم الأمم المتحدة ولا تراهم المنظمات الإنسانية، ويتم تدوين أرقام هزيلة مقارنة بالواقع، إضافة إلى غض الطرف عن الحملات ودعوات الميليشيا لتجنيد الأطفال من داخل المدارس وتقديمهم قرابين حرب. ذلك يشير إلى أن ثمة خلل في الآلية التي تستقي بها المنظمة الأممية معلوماتها، وقد تستقيها كذلك من أطراف لها علاقة بالانقلاب، كما موقف ممثل الأمم المتحدة جورج أبو زلف المتواطئ مع الميليشيا وتضليله المجتمع الدولي عبر تقاريرها حول الانتهاكات في الحرب. حول تورط الميليشيا في تجنيد الأطفال ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. من غبار المعركة إلى الملابس الموحدة لما بعد الأسر، تعود براءة الطفولة لوجوه هؤلاء الفتية الذين أريد لهم أن يكونوا زارعي ألغام وحاملي بنادق. بعد أن غلفت الميليشيا عقول الصبية بحرب مقدسة، فمضت حاملة سلاح الكبار وأفئدة طرية لا تدرك معنى الموت أو واقع الحرب. أعداد غير قليلة أصبحت تشكل أهم قوات الميليشيا في حربها، أجبروا على حمل السلاح بحجة حربهم ضد الدواعش والتكفيريين. سلموا لنا سلاح ورجع قالوا ما بدنا ننزل عدن، قالوا احنا بيعسكرونا. لا يعود الأطفال من جبهات حرب الحوثي إلا من نجا منهم ووقع أسيرا بأيدي المقاومة التي أسرت أعدادا غير قليلة. في ساحات المواجهات تتضح الصورة من خلال من يتم إلقاء القبض عليهم في جبهات القتال، سواء في عدن أو مأرب أو أولئك الذين سلمهم التحالف العربي للحكومة اليمنية عبر الصليب الأحمر. يقول مهتمون أن حركة الميليشيا الحوثي يمثل الأطفال قرابة 70% من قوام مجنديها بعد أن خسرت قواتها المدربة سابقا، وتعمد الميليشيا على تجنيد الأطفال إجباريا والزج بهم على حدود المملكة ومناطق المواجهات. لا يجد الحوثيون حرجا في عرض جثامين الأطفال الذين قتلوا في صفوفهم وقد علقت صورهم على نعوشهم وعرض ذلك عبر شاشات فضائياتهم، ومع ذلك تتعامى عنهم المؤسسات الدولية خصوصا تلك المعنية بالطفل، بل وتغض الطرف لحملات ودعوات الميليشيا لتجنيد الأطفال من داخل المدارس وتقدمهم قرابين حرب، وبالمقابل تورد أرقاما هزلية مقارنة بالواقع. يقول البعض أن الميليشيا تجد غطاء دوليا من قبل المؤسسات الدولية العاملة في اليمن وتواطؤ العاملين فيها، مما يوفر الدعم لها ويغيب حقوق الضحايا. يقول خبراء في القانون الدولي أن تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج التحالف العربي في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب جاء لأبعاد سياسية ومبنيا على مصادر أحادية الجانب، وهو قول تؤكده الوثيقة التي نشرتها قناة الجزيرة، وهي عبارة عن خطاب لممثل الأمم المتحدة أبو الزلف المتواطئ مع الميليشيا وتضليله المجتمع الدولي عبر تقاريرها التي يستقي معلوماته من الميليشيا حول الانتهاكات في الحرب. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أستاذة آسيا لك وجميع الضيوف ومشاهدي قناة بلقيس الفضائي.
أهلا بك أستاذ توفيق. بداية يعني رأينا جميعا صورا عديدة لمجندين أطفال يعني جندهم الحوثي، ووجود أيضا هناك المئات من الأسرى في عدن والسعودية والمحافظات المحررة. يعني هل نحن أمام كارثة إنسانية موثقة ترتكبها الميليشيا بحق الطفولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحي لي أن أهنئ الأمة العربية والإسلامية بشكل عام والشعب اليمني بشكل خاص بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر أمن وأمان واستقرار لليمن الصعيد ولجميع مناطق الربيع العربي بشكل خاص. إن شاء الله. أقول في حقيقة الآن قبل أن نبدأ الحديث عن كارثة التجنيد التي تعيشها اليمن بشكل خاص، خاصة من بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014، دعني أعرق سريعا للمجازر البشعة التي تتعرض لها مدينة تعز بمناسبة حلول شهر رمضان في اليوم الأول واليوم الثاني، والذي وثقت التقارير أن أغلب ضحاياهم من الأطفال أيضا ومن النساء. أستاذتي الكريمة، الجمهورية اليمنية منذ حكم النظام السابق علي عبد الله صالح ثم تبعته ميليشيات الحوثي، كانت الطفولة في حقيقة الطفولة تعيش حالة كارثية بكل ما تعني الكلمة. كان هنالك اختراق واضح لمبادئ باريس الست، سواء من قبل النظام السابق الذي لم يستطع أن يبني نظام قانونيا يحرم تجريم الأطفال بل ويجرم الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجريمة، إضافة إلى أن هنالك كان ثقافة قبلية قائمة على أن اقتناء السلاح من قبل الأطفال يعد بمثابة الرجولة، لكن الانتكاسة الحقيقية لكارثة تجنيد الأطفال بدأت منذ الحروب الستة عام 2006 عندما دخلت جماعة الحوثي في مواجهة مباشرة ومسلحة مع الدولة اليمنية. التقارير تتحدث بشكل واضح لأن أغلب مسلحي جماعة الحوثي بما يقارب 50% في ذلك الوقت كان من الأطفال، ووثقت تقارير كثيرة في ذلك الأمر. لكن بعد سقوط العاصمة صنعاء وتوسع رقعة المواجهات بين جماعة الحوثي والمقاومة والجيش الشرعي في أكثر من 12 محافظة يمنية، ارتفعت تقريبا تقارير تجنيد الأطفال في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي إلى ما يقارب 70% من المجندين الذين يتقدمون جبهات القتال في الصفوف الأمامية. جماعة الحوثي أستاذتي الكريمة استغلت سلطة الأمر الواقع من خلال وزارة التربية والتعليم، من خلال وزارة الداخلية، من خلال وزارة الدفاع، وقامت بتجنيد الأطفال هذه المرة بصورة نظامية، بمعنى بصورة نظامية لكنها مخالفة للأعراف الدولية، لأننا عندما نتحدث عن الطفل المجند نحن نتحدث عن طفل ارتبط بقوة عسكرية أو ارتبط بجماعة عسكرية وهو دون سن 18، سواء كان يقتني السلاح ويتقدم الجبهات أو عمل مساعدا بمثابة جاسوس أو طاهي أو ناقل يعني مؤن عسكرية. نعم. كل هؤلاء يدخلون في عداد الأطفال، واليمن أصبحت تعيش كارثة تدعمها مؤسسات أصبحت بيد ميليشيا. نعم. عند هذه النقطة أستاذ توفيق، يعني هل نستطيع القول أن الميليشيا تجد غطاء دوليا من قبل المؤسسات التي يعني الدولية ودعما لها يغيب يعني أو يغيب حقوق الضحايا خاصة من الأطفال؟ أستاذتي الكريمة، تقريبا في أكثر من حلقة كنا على قناتكم الكريمة وتحدثنا عن وجود حالة ضبابية من قبل المنظمات الدولية والمنظمات العاملة في اليمن، وقلنا أن هنالك تواطؤ فاضح كشفته مجموعة من التقارير خاصة من قبل المفوض يعني مسؤول أو المسؤول عن المفوضية السامية في اليمن أبو الزلف. أعتقد أن إدراك قوات التحالف أو ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل من قبل الأمم المتحدة شكل في حقيقة الأمر هزة قوية في مصداقية الأمم المتحدة والمنظمات العاملة فيها. أيضا تراجع هذه المنظمات أو الأمم المتحدة عن هذا الإدراك
المصداقية في حقيقة الأمر، ويكشف أن الأمم المتحدة أصبحت لا تستقي معلوماتها الموثقة من خلال قنوات شرعية، وإنما من خلال قنوات ميليشيات نفسها، كما كشفت الوثيقة التي سربتها قناة الجزيرة عن خطاب أبو الزلف لحجر العامل في وزارة الخارجية اليمنية. نحن منذ البداية كنا أن هنالك ناشطين، هنالك منظمات، هنالك ضبابية في الموقف من قبل المنظمات الدولية. هذا كله التراكم الضعيف والخجول من قبل هذه المنظمات أعطى الميليشيات دفعة قوية لمزيد من الانتهاكات. نحن نقول اليوم نعم، أستاذ توفيق اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ سليم علاو، منسق منظمة هود في محافظتي مأرب والجوف، من عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ سليم. مساء النور، يا مرحبا بكم. أستاذ سليم، بداية حدثنا عن شعور الأهالي وهم يتسلمون أطفالهم وأقاربهم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر قناة بلقيس على الاهتمام بهذا الجانب، وبالذات الحدث الذي حصل اليوم في محافظة مأرب. عموما كانت مشاعر آباء وأهالي الأسرى الأطفال الذي تم الإفراج عنهم شعور لا يوصف. كانوا يبكون بدون أي شعور، كان الموقف بالنسبة لهم يعني بالذات اليوم وقبل اليوم عندما تواصلنا معهم من أجل النزول لاستلام أبنائهم، كان بعضهم لا يصدق بأنه سوف يتم الإفراج عنهم. وعندما كانت لحظة الإفراج اليوم البعض منهم بكى بدون شعور لهذه الفرحة ولهذه اللحظة ولإعادة ابنه إليه. نعم، هل تم أخذهم أستاذ سليم يعني من دون علم أهاليهم بحسب يعني إفادات الأهالي؟ ما الذي أخبروكم بالضبط؟ كيف تم أخذ أطفالهم؟ عموما الأطفال الذي تم الإفراج عنهم جميعهم ذهبوا للقتال مع جماعة الحوثي بدون علم أهاليهم. البعض منهم تم التقرير عليه بأنه سوف يذهب للمعسكر لكي يستلم راتب وبندق ثم يعود إلى البيت أو يمسك في أي نقطة في الخط العام وأن يذهب لجبهات القتال، ولكن تفاجأوا بأنهم أخذوا تلفوناتهم وعملوا لهم دورة تدريبية عسكرية خلال أسبوعين، ثم أخذوهم إلى معسكر ماس لمواجهة قوات الشرعية والتحالف، وبعضهم تفاجأ بأنه أصبح محاصر منذ وصوله إلى معسكر ماس أو إلى الفرضة، ولم يشارك حتى في القتال، وإنما بعد وصوله بعدة ساعات تم أسره من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة. نعم أستاذ، يعني هل تم توثيق هذه الاعترافات وتسجيلها؟ يعني حتى هي تعد إدانة واضحة لميليشيا الحوثي، ولكن التوثيق مهم في مثل هذه الحالات. بالفعل تم توثيق إفاجاتهم منذ تم القبض عليهم إلى أن تم الإفراج عنهم وتم اللقاء بهم من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، وتم رفع تقارير حقوقية يعني بهم وبغيرهم الأطفال المتواجدين لدى الجيش الوطني المقاومة وهم أسرى إلى المنظمات. لكن بالفعل يعني هناك إشكال، لم نجد أي تجاوب أو أي تفاهم من قبل المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة أو اليونيسف أو عدة منظمات دولية لم يهتموا بهذا الجانب. والحمد لله هذه الخطوة اليوم جعلت يعني هذا الموضوع محل اهتمام، وتلقينا عدة اتصالات من بعض المنظمات الدولية، بل بعضهم حضروا اليوم في هذه الفعالية، و بإذن الله أن هذه مشكلة انتهاك الأطفال أو تجريدهم من قبل الحوثيين أو الأطفال. نعم يعني عفوا أستاذ سليم، ما الضامن لعدم عودتهم للتجيش مرة أخرى؟ ونحن قد سمعنا قصص كثير من الأطفال الذين يعني مسكوا مرتين وثلاث وهم يعني ويتم إعادتهم ثم يعودوا مرة أخرى لجبهة القتال. أنا بالنسبة لي لا أعتقد أنهم سوف يعودون، لأنهم لم يقاتلوا من باب الفكر أو العقيدة مع جماعة الحوثي. كان أغلبهم مقرر به كما ذكر سابقا بأنه سوف يتم تسليم راتب وبندق ويذهب يداوم في أي نقطة في منطقته ويتفاجأ بالزج به في المعارك.
ثانيا هم اعتقد بعد هذه التجربه لا اعتقد انهم سوف يعودون الى جبهات القتال الا اذا كانوا مرقمين وهذا شيء مستحيل يعني. نعم يعني هل يعني التزم الاهالي بانهم سيحافظون على ابنائهم من العوده مجددا لهذه الجبهات مره اخرى، يعني على الاقل ليكون هناك ضامن للشرعيه بعدم عوده هؤلاء الاطفال؟ الآباء التزموا بأنهم سوف يقومون باهتمام بأبنائهم، وأعترفوا كذلك بأنهم قصروا في أبنائهم في الفترة الماضية، لم يهتموا بدراستهم بشكل جيد، لم يهتموا بهم في عدة جوانب، لكنهم التزموا بأنهم سوف يهتموا بأبنائهم وبأنهم لن يتركوهم وبأنهم مهما حصل لهم من أي أو تهديد أو أي شيء من أي جماعة لن يتركوا أبنائهم وسوف يحافظون عليهم وسيهتمون بدراستهم إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ سليم علاو منسق منظمة هود محافظتي مأرب والجوف، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل الآن يعني إلى محافظ محافظة مأرب الأستاذ سلطان العرادة. مساء الخير أستاذ سلطان. ألو، مرحبا بك أستاذ سلطان. أهلا وسهلا أستاذ سلطان. يعني السلطة المحلية تقيم احتفائية لتسليم الأطفال الأسرى، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها من هذه الفعالية؟ شكرا قناة بلقيس. الحقيقة أن الرسالة في الأساس هي تنطلق من شعور إنساني ومن مبادرة إنسانية بحتة انطلقنا فيها من واجبنا تجاه هؤلاء الأطفال، تجاه البراءة، تجاه الأخلاق اليمنية الأصيلة، تجاه المواثيق الدولية، تجاه كل ما يعزز الحرص على الأطفال وعلى أن نوجه الأطفال للتعليم وعلى أن نوجه الأطفال للتربية الحسنة وعلى أن نوجه الأطفال ليكونوا أعضاء فاعلين في مستقبل زاهر، في مستقبل بإذن الله تعالى يفيد الأمم والشعوب. نعم، هل التقيتم أستاذ السلطان وجها لوجه مع أهالي الأطفال وحكوا لكم ظروف تجنيد أبنائهم؟ هم حكوا بأنفسهم على كل حال الأطفال وآبائهم أن الأطفال يعني استدرجوهم الحوثيين، جماعة الحوثي وأنصارها، على أساس أنهم سيعملوا لهم دورة تثقيفية من هذا القبيل أو أنهم سيعطوهم أشياء. أطفال صغار في السن لا يدركون ولا يعلمون، وبالتالي أخذوهم هؤلاء الجماعة وحملوهم على السيارات وأعطوهم السلاح وزجوهم لجبهات القتال، وهذا حصل في عدد من عدد من الحالات. نعم، وسبق أن أطلقنا أطفال قبل كذا وأن سرحناهم إلى أهاليهم وذويهم من قبل، لكننا لم نتنبه لتسجيل هذه الحالات، كنا مشغولين بالمعركة. نعم، إنما اليوم كانت حالة وكان شعور فياض لدى الآباء وهم يبكون أمام أبنائهم. وتصوري لما يشوف الإنسان ابنه بعد يأس من رؤيته. طيب أستاذ سلطان، هل يعني كانوا على دراية بأن أبنائهم يعني اختفوا وذهبوا إلى الميليشيا، أم أنهم مجرد اختفاء أو يعني لم يعرفوا أين هم بالضبط حتى عادوا إليهم؟ هم طبعا لم يشاهدوهم داخل الاحتفالية بعد أن عرفوا، طبعا هم عرفوا أنهم في جبهة مأرب. نعم، بعد ذلك بعد شهور من الأسر عرفوا أنهم في جبهة مأرب، ونحن احتفظنا بهم وعاملناهم معاملة حسنة ونعامل كل الأسرى لو انفضل على كل الأطفال بصفة خاصة، لهم عناية خاصة واهتمام خاص حتى نحرص على براءة هؤلاء الأطفال وعلى إعادتهم إن شاء الله بعقول سليمة إلى أهلهم وذويهم، ونحن نعلم وندرك سلفا أنهم مغلوبون على أمرهم. نعم، هناك أستاذ سلطان يعني بعض يعني المتابعين يعني كانوا ممتعضين لتسليم هؤلاء الأطفال يعني ويقولون لما تم تسليمهم وهم سيعودون للقتال مرة أخرى، فما هي الضمانات برأيك التي يمكن يعني معرفة عدم عودة هؤلاء الأطفال إلى جبهات القتال؟ نحن ننطلق من أخلاقياتنا وننطلق من أسس عربية إسلامية إنسانية، وبالتالي إن عادوا فقد يعني فلربما لن يؤثروا في ميزان المعركة، لكن لا ينبغي أن نساوم في هذه القضايا، لا ينبغي أن نساوم في الأطفال، ولا ينبغي أن نساوم في القضايا الأخلاقية الثابتة والأشياء التي تمس الإنسان وتمس القوانين الإنسانية مهما كان، ولكن إن شاء الله على ثقة بأنهم لن يعودوا بإذن الله، رغم
رغم يعني فارق المعاملة وما واجهوه خلال ما كانوا تحت يد الحوثيين وما قابلوه أثناء ما كانوا في يد المقاومة والجيش الوطني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ توفيق، يعني استمعت معنا إلى حديث الأستاذ سليم وكذلك محافظ محافظة مأرب حول تسليم هؤلاء الأسرى وكيف تم يعني أخذهم إلى جبهات القتال. هناك تغرير واضح للأطفال، يعني أستاذ توفيق، هل يستخدم الحوثي هذه النسبة العالية من الأطفال لسهولة التغرير بهم؟ نعم أستاذتي الكريمة، الأطفال هم الطرف الأضعف سواء على المستوى الجسدي أو على مستوى الحماية أو على مستوى الفكر. جماعة الحوثي اعتمدت بالدرجة الأساسية في انتشارها وتوسعها على جنودها من الأطفال. هي في حقيقة الأمر تأخذ هؤلاء الأطفال، تلبي جزء من احتياجاتهم، ثم تأخذهم إلى التكايا الحوثية وتقوم بأولا يعني إحداث لهم عملية غسيل فكري شامل، ثم توعدهم بأن العملية سوف تكون عبارة عن مهمات أمنية خفيفة، ثم بعد ذلك تستدرجهم إلى جبهات القتال. التقارير وثقت كثير من هذه القضايا. اليوم احنا أستاذتي الكريمة لا نتحدث عن قضايا فردية، نحن يجب الأمر الذي يجب أن نتنبه إليه أننا نتحدث عن دولة كسلطة أمر واقع تستخدم كافة مؤسساتها المالية العسكرية الحكومية والوزارية في تجنيد هؤلاء الأطفال والزق بهم إلى جبهات المعركة. لا توجد إلى حد الآن معلومات دقيقة عن حجم هذه الكارثة، لكن حجم الكارثة كبير وكبير جدا. وأنا أريد أن أنبه بالإضافة إلى ما ذكر السيد الأخ المحافظ والأستاذ محمد سليم علام، أنا أقول الأطفال الذين دخلوا المعركة ووقعوا في الأسر ثم عادوا اليوم إلى داخل اليمن هم بحاجة إلى رعاية خاصة من قبل الحكومة وإلى اعتناء خاص من الناحية النفسية من الناحية الاجتماعية. يجب أن لا يتركوهم على الأقل خلال هذه الفترة أن يعودوا إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، لأننا أمام جماعة لا ترحم، بل لديها تغذية فكرية إقصائية خطيرة قائمة على الخرافة وعلى تغليب العقل. وكثير من الأطفال تم أسرهم في داخل جبهات القتال ومعهم مفاتيح الجنة ولديهم طلاسم مكتوبة لا يعرفون ما فيه. ولذلك قضية الأطفال قضية خطيرة يجب أن تعالج بمسؤولية كبيرة من قبل الحكومة وأطراف التحالف عندما يتم القبض على مثل هؤلاء، لأن عودتهم غير مأمونة، لأن الآباء والأسر لا تمتلك الإمكانية المادية لحماية أطفالها ومنعهم من العودة مرة ثانية إلى أرض المعركة. نعم، طيب هناك أيضا نسبة تتحدث عن أن قوام يعني مجندي ميليشيا الحوثي من الأطفال 70% تقريبا، هل تجد أن هذه النسبة قد تكون معقولة؟ نعم، إذا كانت الإحصائية تتحدث أيام الحروب الستة عن ما يقارب 50% من مقاتلي جماعة الحوثي. ليلى زروقي الممثلة للأمم المتحدة في ذلك الوقت في عام 2014 تقريبا المسؤولة عن الأطفال وجهت رسالة لعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي تدعوه إلى الكف عن تجنيد الأطفال والزق بهم في المعركة. ثم في عام 2014 كان في اتفاق بين الحكومة بين الأمم المتحدة من أجل تسريح كافة الأطفال المجندين في وحدات الجيش اللي من أجل معالجة هذه المشكلة التي كانت الأمم المتحدة بدأت تحس بها والناشطين من خلال كثير من المنظمات اليمنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي رفعت مصفوفة من القوانين الحمائية للطفولة لأعضاء مؤتمر الحوار وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خاصة نوجه الشكر لمنظمة سياج للطفولة من أجل حماية الأطفال. لكن أعتقد بعد الانقلاب أنهار كل شيء وأصبحت البلاد مباحة، وخاصة أن كثير من الشباب الكبار السن أصبحوا مدركين لحجم هذه المعركة وأنهم يستخدموا كوقود
لحرب عبثية لخدمة أطراف معينة أو مصالح معينة إقليمية أو كانت داخلية، وبالتالي كان الوجهة الأساسية والخزان الذي استخدمته جماعة الحوثي هم الأطفال، سواء كانوا من المدارس وخاصة من مناطق شمال الشمال وتهامة وغير ذلك هذه المناطق. نعم، إذن أستاذ توفيق ابقى معنا أنت أستاذ المشاهدين، نذهب فقط لفاصل قصير ثم نعود إليكم. لنمعن النظر قليلا، لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ توفيق. طيب أستاذ توفيق، يعني نشاهد نحن أن ميليشيا الحوثي تقوم بتشييع الأطفال وترفع صورهم أيضا وتكتب جبهة القتال وأيضا تاريخ الوفاة وتاريخ ميلاد هذا الطفل أحيانا، يعني ألا يعد ذلك دليلا كافيا لتورط الميليشيا في تحشيد وتجنيد الأطفال للحرب؟ سادتي الكريمة، أنا أعتقد أن الميليشيات لا تحتاج إلى دليل حول استخدامها وتجنيدها للأطفال، فالأدلة متعددة والتقارير كثيرة وكثيرة جدا. الميليشيات اليوم التي تحكم اليمن بسلطة الأمر الواقع لا تأبى بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. نحن لدينا اتفاقية باريس حددت مجموعة من المبادئ الستة المتعلقة بحماية الأطفال. الأمر الأول، حرمت قتل الأطفال أو تشويههم، حرمت تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود، حرمت الاغتصاب، حرمت مهاجمة المدارس والمستشفيات، حرمت قطع سبل المساعدة الإنسانية للأطفال، أيضا حرمت إخطاف الأطفال. أنا أعتقد اليوم أن جريمة تجنيد الأطفال بشكل عام، لدينا اتفاقية أممية متعلقة باتفاقية حقوق الطفل، وعندنا المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت أن جرائم الطفولة من ضمن الجرائم التي تختص فيها محكمة العدل الدولية. أنا أعتقد أن الميليشيات لديها خبراء في مجال حقوق الإنسان ولديها خبراء قانونيين وهم يدركون ذلك وبالتالي هي تستخدم كل هذه لسببين اثنين. الأمر الأول كنوع من الدعاية لرفع معنويات أنصارها وخاصة الذين لم يدخلوا ساحات المعركة بعد، ومحاولة إقناع الآباء أن أبنائهم الذين يتم قتلهم في أرض المعركة يجدون نوع من المعاملة الإنسانية الكريمة، وبالتالي يجدوا قبولا في إخراج أبنائهم إلى ساحة المعركة من باب الشرف والكرامة والعزة إلى غير ذلك. والأمر الثاني أن الميليشيات الحوثي تريد أن تقدم رسالة أنها لا تعبى وأنها غير مهتمة بالمجتمع الدولي وأن مهمتها الحقيقية هي أن تسيطر على الأرض. ولذلك أنا أقول أن الأمم المتحدة في قرارها الأخير جاء هذا القرار معيب من عدة أشياء. أولا، أن القرار لم يذكر الذي تحدث عن التحالف بأنه قتل كثير من الأطفال إلى غير ذلك ثم تراجعوا عنه. هذا القرار أيضا أستاذتي الكريمة جاء من الناحية أنه لم يعتمد على مصادر موثوقة كما ذكرتم سابقا، واعتمد على مصادر أساسية من قبل أطراف تنتمي إلى ميليشيات الحوثي. أيضا لم يذكر هذا التقرير المصادر الذي اعتمد عليه، ومن أجل أن يصبح هذا القرار
ذو ثقة ويحظى بالقبول الإقليمي والمحلي والدولي، وإنما جاء على سبيل الاستعجال مما كشف ركاكته وضعفه، فبادرت الأمم المتحدة مباشرة بعد ذلك للتراجع نوعا ما، لأن آليات الأمم المتحدة في التوثيق، آلية الأمم المتحدة في إصدار القرارات، آلية الأمم المتحدة في الاتهام واضحة، قائمة على التثبت، قائمة على الرصد، قائمة على التحليل، قائمة على النزولات الميدانية، وهذا كله غاب عن قضية الأطفال الموجودة في اليمن، واعتمد على تقارير ترفعها منظمات وناشطين وينتمون أو يعملون لحساب جماعة ميليشية الحوثية الموجودة في اليمن. نعم، إذن كيف قرأت أستاذ التوفيق يعني ما تناولته وسائل الإعلام حول رسالة ممثل الأمم المتحدة أبو الزلف الذي استقى معلوماته أيضا من تحالف الانقلاب؟ أستاذتي الكريمة، بالنسبة لنا الأمر ليس غريبا، أنا أعتقد أن أبو الزلف دارت حوله كثير من الشبهات وكثير من الأسئلة حول دوره، حول الإنجازات التي يقوم فيها داخل اليمن لصالح ميليشية الانقلاب. أنا أعتقد أن الورقة التي تسربت عبر قناة الجزيرة والرسالة التي وجهت للخارجية الانقلاب هي في بالنهاية كشفت ما كان يدور في العلن، هي لم تكشف حاجة وإنما ثبتت أو بيّنت الدليل القطعي الذي كما يقولون القشة التي قسمت ظهر البعير، ولكن الأمم المتحدة والمنظمة المحلية هي تقوم بدورين، إما الانحياز الكامل لصالح الانقلاب من خلال إصدار تقارير سريعة متعلقة بالتحالف ومحاولة تجاهل كل ما يحدث داخل اليمن من انتهاكات لصالح ميليشية الحوثي. إلى اليوم تعز اليوم الأولى وتعز في رمضان اليوم الأولى وفي رمضان اليوم الثانية جرائم يندى لها الجبين، وما زلنا نجد بعض الناشطين، بعض المنظمات تتحدث عن تحقيق دولي، تتحدث عن لجنة لتقصي الحقائق، من الذي ارتكب هذه المجازر، محاولة التمييع، محاولة التغييب، محاولة العبث بكل هذا الأمر، ولم يصدر إلى حد الآن تقرير واضح بإدانة مجازر تعز. أنا أعتقد أن على الأمم المتحدة أن تراجع استراتيجيتها وتراجع سياستها داخل اليمن، ما لم فإن اليوم مصداقية الأمم المتحدة أصبحت في الحضيض، ليس لها أي قيمة. اليوم الناشطين يتداولون بأن مجازر اليمن تتحمل مسؤوليتها بدرجة كبيرة، تواطؤ الأمم المتحدة والقائمين أو العاملين معها والمنظمات الأممية الموجودة داخل اليمن. يعني هذا النموذج أستاذ توفيق، هل نستطيع القول بأنه يعكس مدى تضليل المجتمع الدولي عبر هذه التقارير التي تستقي المعلومات من ميليشيا الحوثي؟ نعم، هو بالضبط فيها، هو بالضبط اليوم ميليشيات الحوثي تتحرك في أوروبا، تتحرك في العالم الغربي بغطاء أممي، بغطاء حقوقي وبغطاء أممي. نجد كثير من الناشطين الغربيين للأسف الشديد واجهناهم في مجلس حقوق الإنسان، هم الذين اليوم يتبنون وجهة النظر الحوثية بدرجة قوية بسبب عداء معين مع المملكة العربية السعودية وبعض دول التحالف، وبالتالي اليوم الأمم المتحدة للأسف الشديد أصبحت واجهة سيئة تقدم صورة مغلوطة عما يحدث داخل اليمن، وهذا يجعل أيضا يجعل المنظمات المحلية اليمنية عبء كبير لكشف مثل هذه التواطؤ وهذا التضليل الذي موجود على التوفيق. نعم، نأخذ معنا الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني ماذا عن الجانب القانوني والأخلاقي في مسألة تجنيد الأطفال، وأنتم يعني ربما كنتم السباقون في مسألة عدم تجنيد الأطفال؟ نعم، للأسف الشديد في اليمن تشهد حالات قانونية تحد من تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة مبكر، وكانت الاستجابة تكون في 2013 رئيس الجمهورية في حينها وتوقيع أستاذ أحمد، أعذرنا يعني لا أستطيع سماعك، ولا يعني يبدو أن هناك سوء من المصدر، سنحاول معاودة التواصل بك أستاذ أحمد، العذر منك. عودة إليك أستاذ توفيق. نعم، يعني
كما تحدثنا عن منظمة سياج، يعني وأنت ذكرت أنها كانت إحدى المنظمات السباقة في مسألة تجنيد عدم تجنيد الأطفال، ولكن للأسف يعني حتى الآن لم تستطع ممارسة مهامها ولا حتى على مستوى كتابة التقرير الخاص بالأطفال. ربما كانت هي أكثر خبرة ودراية في هذا المجال. لماذا برأيك يعني تم استبعاد كل المنظمات العاملة في المجال يعني الحقوقي منذ زمن؟ هي ميليشية الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وانقلابها على الشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، عملت جاهدة على إسكات كافة الأصوات، سواء كانت الأصوات الإعلامية أو الأصوات الحقوقية، من أجل حجب الحقيقة عن العالم. هذه كانت واضحة. القنوات اليمنية اليوم تمارس دورها التوعوي والكاشف من خارج الجمهورية اليمنية. بقية المنظمات اليمنية الموجودة داخل اليمن أيضا يمارس عليها نوع من الضغوط ونوع من والتهديد والاعتقال، يصل إلى حد القتل. وبالتالي أنا أعتقد اليوم لا تستطيع أي منظمة حقوقية داخل اليمن أن تعمل بحيادية وتعمل بشفافية وهي موجودة داخل الأراضي على الأقل المسيطرة عليها من قبل ميليشيات الحوثي. هل نستطيع أن نعتبر هذا أستاذ توفيق يعني ضمن جرائم أو يعني فكرة تصفية الشهود من مسرح الجريمة؟ هل هذا ما يراد له؟ بالفعل جماعة الحوثي تشتغل تعمل أستاذتي الكريمة في استراتيجية كبيرة وواضحة. حتى في قضية تجنيد الأطفال رأينا إلى اليوم قصص الأطفال لأطفال ما قبل المدرسة، تتحدث عن أبطال الزعيم عبد حسين الحوثي. اليوم هنالك محاولة لمسخ جيل كامل من أجل أن يتحول هذا الجيل إلى خزان كبير للمعركة. هذا على مستوى الأطفال فقط. أما على مستوى تصفية الشهود بدأت بالشهيد عبد الله قابل ويوسف العيزري، وكل صحفي يمكن أن يؤدي دوره بمهنية قامت بتصفيته أو مطاردته إلى خارج اليمن من أجل أن تقلل من مصداقيته، يخلو لها المسرح. نعم طيب عاد إلينا أستاذ توفيق. لقد عاد إلينا الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة. مساء الخير مرة أخرى أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ آسيا، إن شاء الله الصوت معكم تمام. الآن ممتاز جدا. يعني نود أن تحدثنا أستاذ أحمد عن الجانب القانوني والأخلاقي لتجنيد الأطفال. للأسف الشديد لا توجد تشريعات في اليمن تمنع تجنيد الأطفال أو تجرم تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهذا ما ساهم في أن جماعات العنف المسلح المختلفة يعني تستهدف الأطفال وتقوم بتجنيدهم وإشراكهم في الصراعات المسلحة بشكل كبير جدا. ونحن نبهنا إلى هذه النقطة الخطيرة منذ وقت مبكر، تحديدا منذ عام 2011 بشكل يعني لصيق، وكانت هناك استجابة من الحكومة في 2013 وفي الحوار الوطني الذي دار في العام 2013، ثم توقيع مبادئ باريس مع الأمم المتحدة وخطة مشتركة، لكن تم إجهاض هذه الجهود بسبب يعني تسارع الأحداث وما حصل في اليمن من صراع أدى إلى ما نحن فيه اليوم. وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا، هناك ارتفاع كبير جدا في تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبحسب تقرير لليونيسف يقدر بأن أكثر من 72 يعني بأن في ارتفاع كبير جدا في عدد الأطفال، ونحن لدينا تقديرات بأنه يعني ازدادت هذه النسبة خلال العام 2015 بشكل خاص إلى أكثر من 500% عما كان عليه الوضع سابقا، لانهيار مؤسسات الدولة وانهيار التعليم وتوقف المدارس في بعض المحافظات بشكل كلي أو جزئي في محافظة أخرى، وخاصة محافظات الشمال ومحافظات الوسط مثل إب والبيضاء وذمار، وأيضا توقف في بعض المحافظات مثل صعدة وعمران وحجة بشكل كبير. هناك مديريات بأكملها لا يوجد فيها مدارس ولا يوجد فيها تعليم، وهناك نزوح كبير، وهناك بطالة وارتفاع معدلات الفقر، وهذه كلها ساهمت إلى انخراط الأطفال والمراهقين في صفوف الجماعات المسلحة. وبالتالي نحن أمام منعطف خطير يعني فيما يتعلق بالجيل وفيما يتعلق بالمستقبل، لأنه إذا استمر هؤلاء الأطفال في يمارسون دورهم كمقاتلين في 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 الحروب الدائرة حاليا في اليمن، فإننا أمام معضلة أمنية يعني لن تكون يعني أضرارها على اليمن فقط، ولكن أضرارها سوف تكون على المنطقة العربية وعلى العالم، لأن اليمن وأنت أحد العاملين في مجال حماية الأطفال، كيف تقيم الموقف الإنساني الحقوقي يعني موقف المنظمات الدولية والمحلية تحديدا إزاء تجنيد الأطفال؟
هناك ضعف كبير جدا جدا في هذا الملف، ونحن لا نفتخر بأنفسنا، ولكن العالم يشهد بأن السياج استطاعت أن تصل بالحكومة اليمنية كما ذكرت في 2013 إلى الاعتراف لأول مرة في تاريخ اليمن، الاعتراف بتجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ومنع هذا بقرار من رئيس الجمهورية وما إلى ذلك. لكن فيما بعد لم تحدث أي إجراءات لهذا الملف، نظرا لأنه لا توجد حكومة تمارس دورها بالشكل الطبيعي في البلد. أيضا يعني هناك يعني عملية استقطاب للمنظمات الحقوقية من قبل أطراف الصراع للأسف الشديد، وهناك أيضا استحواذ على التمويلات وعلى توجيه يعني قرارات وتوجيه سياسات المنظمات الوطنية باتجاهات يعني ربما أحيانا بعيدة عن واقع الحال وعن احتياجات الأطفال في البلد. هناك يعني تلاعب كبير في هذه الملفات للأسف الشديد، ولا توجد يعني ضمانات للقيام بأي عمل خاصة المنظمات الوطنية. هناك عملية إقصاء كبيرة جدا للمنظمات الوطنية، وهناك عمليات يعني تضييق على المنظمات الوطنيه في العمل، حتى اذا كان لديك الحريه في ان تبقى في البلد وان تمارس دورك سواء في صنعاء او عدن او غيرها، لكنك لا تستطيع ان تحصل على التمويل. هناك ايضا شبكات مافيا تستحوذ على التمويلات الدوليه والمساعدات الانسانيه التي تخصص لليمن، وهناك ايضا يعني ياتون بمنظمات يعني دوليه هم عباره عن مقاولين او عباره عن يعني من الباطن يقومون ب يعني عمليه يعني استنزاف للموارد المخصصة لحقوق الإنسان وللتصدي لمثل هذه الجرائم والانتهاكات، وللأسف الشديد لا نرى لها أي نتائج على الأرض سوى بعض المنشورات وبعض البرامج التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، يعني أستاذ الحوثي طبعا يرفع صور الأطفال في حروبه ويتم أيضا تشييعهم كضحايا مواجهات، ومع ذلك لا نسمع إلا إدانات. هل هذه الإدانات كافية أو مجرد وضع الجماعة كقاتلة للأطفال في تقرير الأمم المتحدة يكفي، أو يعني الميليشيا بشيء؟ نحن نقول بأن جميع الأطراف المتصارعة على الأرض متورطة في تجنيد وإشراك الأطفال النزاع المسلحة بدون استثناء. لا نستطيع أن نقول بأن الحوثيين وحدهم، ولا أقول هذا الكلام أنني من صنعاء، ولكن هذه حقيقة نحن نؤمن بها، وواجبنا المهني أن نقول بأن جميع الأطراف، لكن هناك نسبية، هناك جهات يعني لديها ارتفاع كبير جدا في الأطفال المجندين في صفوفها، وهناك جهات بنسبة أقل، ولكن النسبية هنا لا تعني شيء. أيضا مسألة يعني ارتكاب جرائم حرب من هذا النوع وجرائم ضد الأطفال لا تسقط بالتقادم، وهناك إذا كان القضاء الوطني غير قادر على القيام بوظيفته فإن القضاء الدولي يقوم بهذه الوظيفة، وهذه نعم. الجرائم عادة لا تسقط ولا يمكن أن يتم وصلت الفكرة. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك، أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذ توفيق، لم يعد لدي المزيد من الوقت، ولكن ربما تعقيبا على آخر سؤال سألته للأستاذ أحمد، هل يعني الميليشيا أي شيء يعني بخصوص إدراجها كونها قاتلة للأطفال أو إدانتها أو حتى إصدار أي تقرير بالنسبة لها وهي لا تمثل حزب سياسي أو واجهة سياسية حقيقية؟ له لا يعنيها شيء. الميليشيات هي اليوم يعني لديها فكرة بأنها ستذهب إلى إذا وجد حل كحل سياسي يعفيها من كل هذه الجرائم بموجب اتفاق شامل كامل ترعاه الأمم المتحدة نفسها، فإن لم يكن فهي سلطة أمر واقع لديها خبرة واضحة موجودة مع الأطراف مشابهة لها في جنوب لبنان، موجود في إيران، هي تدرك أن المجتمع الدولي اليوم عاجز عن أن يفعل لها أي شيء، وبالتالي هي ماضية اليوم في طريقها من أجل السيطرة. اليوم الهدف الأول والأخير هو إتمام السيطرة على اليمن وعلى مقاليد الحكم، ثم بعد ذلك منطقها يقول لكل حدث حديث، وهذا واضح من خلال تفاعلها مع كل التقارير والقرارات الأممية، حتى القرار الأممي 1622 الذي تحافظه حاولت أن تلعب به وتعبث به وتعود به إلى نقطة الصفر. هذه الجماعة للأسف الشديد لا يعنيها شيء بقدر ما يعنيها اليوم السيطرة والتمكن وتحقيق مزيد من المكاسب من نعم. أجل نفوذ أكبر في المستقبل. إذا لو تسألنا عن دور الحكومة الشرعية والهيئات التي لها علاقة بحقوق الإنسان في نقل الصورة للمجتمع الدولي عن جرائم الميليشيا بحق الطفولة، وهذه النقطة ربما طرقناها أكثر من مرة ولكن من باب التذكير. والله أستاذتي الكريمة، أنا أعتقد أن اليوم العالم الأممي أو عالم يعني المؤسسات الدولية وهذا العالم الأممي لو جاز التعبير له آلياته، له طرقه، له وسائله، واعتقد نحن مقصرون اليوم، نحن مقصرون في هذا الجانب الى حد الان. تفاعلنا ردة فعل، لو تتابع اليوم مجموعات
الناشطين، الفيسبوك، المنظمات ردة فعل. عندما يحدث نوع معين نحاول أن نعمل صدى فعل، لكن المبادرة إلى حد الآن ضعيفة وضعيفة جدا. أنا أكرر مثل هذا الأمر، أكرر مسؤولية الحكومة اليمنية على رأس الرئيس عبد الرب منصور هادي. الحكومة هذه اليوم موجودة لهدفين اثنين، إن لم يتحقق الهدف أنا أخشى أن تتآكل. نعم، ما هما؟ الهدف الأول هو كسر الانقلاب، كسر الانقلاب، والهدف الثاني عودة الشرعية. كسر الانقلاب يأتي من خلال معارك عسكرية ومعارك حقوقية ومعارك سياسية. اليوم المعارك الحقوقية نحن مقصرون ومقصرون. اليوم لدينا ملفات جاهزة ولدينا مجرمين حرب معروفين بالاسم، لم نتحرك على المستوى الدولي لإدانتهم لرفع قضايا ضدهم أمام العالم بأكمله من أجل نعريهم ندوات تشبيكات. هذا الأمر نحن مقصرون ومقصرون فيه جدا. الحكومة يجب أن تتحرك في هذا الجانب وتعيد نظرتها ونحن تعيد استراتيجيتها. ونحن نتمنى خير في وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي وتفعيل الشبكة الدبلوماسية الموجودة في الخارج في هذا الصدد، لأننا أقول الطرف الآخر الانقلابي لديه بؤى، لديه مكاتب أو لديه فريق ثابت موجود في الغرب يتحرك تشبيكات واضحة. نعم، ونحن هنا نكرر هذه الرسالة أستاذ توفيق للحكومة الشرعية ولجميع المهتمين بهذا الشأن. الإنسان أمانة في أعناقهم جميعا وخاصة الطفولة، فهم مستقبل اليمن الحقيقي. شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول رصد التوثيق منظمة سام للحقوق، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. الشكر لكم ولمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.